نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. كوستيتش اللاعب اللي لم يقدم خطير، الله 1-0. اليوفي يسجل هدف في المباراة الأول، مويسكين يصل مبكرا إلى شباك إمبولي ويسجل هدف في المباراة الأول. 1-0 مويسكين. مر اليوفي في السطوة واليوفي يبحث عن هدف ثاني لكس عن طريق ماكيني برسيلة، كرة عرضية، الله ماضي، كرة تصل بياتسا يحاول فيها بعيدة، كرة بياتسا إلى خارج أرضية الملعب، الكرة إلى خارج أرضية الملعب، أمامنا لمسة يد، بيرسل كرة عرضية في القائم الثاني، خطيرة ديسترو، كرة ديسترو إلى وضعية تسديد، يعود إلى تزوري، كرة داخل منطقة الجزاء، بياتسا قد يعود إلى تزوري، لكن الكرة والتدخل من الدفاع، كرة هنا ركنية بترجع عالية للأمام، راسية خطيرة والثانية، الله كوادرادو يسجل أم ماكيني، نعم ماكيني صاحب الرقم 8 بذكريات القيصر والأمير ماركيزيو، يسجل ثاني أهداف اليوفنتوس، السيدة العجوز تبدو شابة في هذا المساء ويسجل. خوان كوادرادو يرسل الكرة على القائم الثاني، راسية خطيرة، هدف ثالث لليوفي، نعم يسجل رابيو، يسجل الأمير الفرنسي رابيو هدف ثالث لمصلحة اليوفي ويكتب أول أهداف هذا الموسم بقميص اليوفنتوس. الانطلاقة موجودة، الهدف الرابع يا دانيلو، فعلها اليوفي، ختامها مسك بالنسبة لليوفي الذي يسجل هدف رابع عن طريق رابيو وثاني أهدافه في مباراة الليلة. الفرنسي نعم يسجل هدفا رابعا بالنسبة لليوفي وأكبر نتيجة في بطولة الدوري يحقق. أجاكسيو، ماركينيوس ومرة جانبية، ماركينيوس في التغطية والمتابعة بالتسديدة مباغسة في أول انطلاقة فيش تسلل، ممكن جول، لا بعيدة تماما، هي ليونيل ميسي، تبقى النتيجة 0-0 بعد السي بلايلي المهارة، بلايلي الحضور مع البداية على جهة اليمنى، جهة أخوان وميسي يتقدم، ليونيل سدد، يا ميسي الحارس يتصدى، لوروانا مرة الكرة ممتازة، إمكانية التسديد، التسديد ولكن مرة عالية، ماركيتي الفكرة ممتازة، شروكنية الباريسية مرفوعة الكرة في القائم الثاني في اتجاه كيليان وفي صافرة، نعم يوانا ميل يشير إلى وجود خطأ عليك يا كيليان، هذه الإعادة، طريق مبابي في عرضية، ممكن جول، ممتازة يا فابيان، لازالت باريسية، التسديد ممكن يا ميسي ولكن الأسرع المدافع فريق أجاكسيو، مبابي هو مبابي جول، مبابي جول الأول لفائدة باريس سان جيرمان، هذه عادته، منطلق هو حكيمي الباس والثاني غير معقول، يا مبابي، أنا توقعت بأن حكيمي، تبادل جميل، فابيان هل يسدد، فابيان يا سلام على التسديد الماضي من فابيان رويس، أنت الأفضل في اعتقادي الشخصي في هذه الجولة الأولى، فابيان كادي توج هذا الأداء بهذه الكيفية ممتازة، برنات الكنترول والثاني يضيع، الكنترول إسباني والمتابعة فرنسية هنا من جانب لوروا يمنع ريناتو سانشيز، هو الريناتو ولوروا يتألق من جديد، مبابي يدخل، مبابي راوغ، مبابي مرة جانبية، يا مبابي فعلت كل شيء إلى الهدف، شوف الإعادة، يا سلام، وميسي والثاني، ما أحلى الهدف الثاني، ما أروع الهدف الثاني، أيوة دائر هذا، بلاي ستيشن باريزي، تيكي تا، ميسي مبابي جول، مبابي جول، كارنفال باريس سان جيرمان يتواصل في جزيرة كورسيكا، مبابي سجل ثاني أهدافه الشخصية. هذا الجول لبنفيكا، تأخر فيها كثير لكن الجول.
المباراة يوقف الكرة لقرار عكس ما يريد بنفيكا في هذه اللحظة. رافا هدف يلغى. الكاسير بيتقدم بيلعبها الله. هدف ملكي، هدف شرجاوي ملكي، الإحساس كل الإحساس إنك راح يشوت وحطها في المرمى الكاسير. الشرجاوي هدف ناصع البياض، هدف ما عليه اعتراض، حاضر وماضي لونه ياضي. شرجاوي ممتازة خطيرة ليفاندوفسكي، جول أول أهداف المباراة لعب رائع من هنالك بيدري لجوردي ألبا، جوردي لليفاندوفسكي، ليفاندوفسكي يفتح مجال التسجيل لبرشلونة عند الدقيقة 31 ويسجل 10 أهداف في الدوري هذا الموسم. ليفا ولا جول، ما هذه الروعة يا ليفا، جول الهدف الثاني في ظرف 3 دقائق. استلمها ليفاندوفسكي وراوغ حطها وكأنه بيده في الزاوية اليسرى لمرمى رولي. با رائعة، وقول فاتي يا سلام، رائع طراس ورائع فاتي، جول البارسا تضرب بالثلاثة وفاتي يسجل 3 أهداف هذا الموسم. استلام رائع، تمريرة رائعة من جافي، دخل توريس أسقط المدافع ومرر فاتي صمد وراسية، جول لبوديمير. الهدف الأول يأتي الآن لفريق أوساسونا في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول.